محتاجين نسأل حد عاقل متخصص، هل فعلا مصر محتاجة المشروع التاني زي ده؟ هل الوضع في البحر الأحمر يتطلب فعلا حدوث توسعات في القناة؟ هل مشروع زي ده هيشكل خطورة على الاقتصاد وهيشكل أو هيشكل ميزة؟ أسئلة أخرى جمعناها في الجراف ده اللي هنعرضه، بس بعد خلوني الأول أرحب بالأستاذ نهاد إسماعيل خبير الاقتصاد. أستاذ نهاد أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. أستاذ نهاد، امبارح عملنا كان طلع تصريحات مصورة متلفزة، رئيس هيئة قناة السويس قعد يقول لك هنعمل مشروع جديد وحاجات كده، طرحنا أسئلة جديدة جدا. خلينا في الجراف ده، هنعرض على حضرتك جراف تكلفة المشروع، الجراف ده اللي بيطرح الأسئلة المشروعة. الجراف ده احنا سألناه امبارح يا أستاذ نهاد، سألناه على المختصين في مصر. واحد، هل توقيت المشروع مناسب في ظل أزمة اقتصادية حادة وندرة موارد دولارية؟ اثنين، هل توقيت المشروع مناسب في ظل أزمة إقليمية خفضت الإيرادات ل 50% للقناة؟ هل تم دراسة تأثير المشروع على مدن القناة من ناحية تجريف الأراضي وتهجير الأهالي؟ هل تم طرح المشروع على البرلمان أو الحوار الوطني أو الحوار المجتمعي؟ هل يخالف الإعلان عن المشروع إعلان الدولة عن وقف المشروعات الجديدة بسبب الأزمة الاقتصادية؟ هل الإعلان دلالة عنترية وغرور وسفة من السيسي؟ هل الإعلان استفزاز المصريين في ظل ارتفاع أسعار ونقص السلع وقطع كهرباء؟ هل الإعلان عن الترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص بيفتح الباب لنفوذ خليجي أو أجنبي في القناة؟ هل المشروع له علاقة بموضوع صندوق قناة السويس أو الحديث عن ترحاب بالبورصة؟ آخر سؤال، هل تم دراسة تأثير المشروع على الأمن القومي وزيادة عزل سيناء؟ ده كان، وكان في أربع أسئلة جانبية يا أستاذ نهاد. قلنا إمتى هتبدأ؟ هتقعد وقت قد إيه تشتغل فيها في ازدواج القناة؟ هتتكلف كام وهتجيب منين الفلوس دي؟ القناة المشروع ده هيجيب لك كام؟ آخر سؤال الخامس اللي طرحناه امبارح، هل ده هيقدم فرص عمل للمصريين وللشركات المصرية؟ الخمسة دول أنا طرحتهم امبارح هنا في المقدمة. السؤال لحضرتك من الأول، كيف رأيت طريقة إعلان هيئة قناة السويس لعمل ما يسمى بمشروع ازدواج القناة؟ نعم، خاصة نعم. بعد ما النهاردة عرفنا هو أنه ده لسه بعد 16 شهر المكتب الاستشاري هيرد على الأسئلة دي كلها، كيف رأيت طريقة الإعلان؟ نعم. شكرا على السؤال. أي مشروع لا يحقق أرباح بسرعة تأخذ سنوات أحيانا قبل أن يأتي مردود اقتصادي حقيقي، فلذلك لا نتوقع أن مصر تجني أرباح هائلة في السنوات أو الشهور الأولى، ولكن أهمية المشروع أن نسأل هل القناة، أداء قناة السويس الحالي والسابق، هل هو يكفي لاستيعاب جميع أنواع السفن؟ هل قادر على التنافس لجذب المزيد من حركة الشحن؟ هل هذه المشاريع مجدية اقتصاديا؟ على المدى القصير لا شيء مجدي قبل تجربته، ولكن خلق قدرة على التنافس وجذب المزيد من حركة الملاحة الدولية لقناة السويس هو أمر إيجابي على المدى البعيد. على المدى القصير قد تكون العملية خاسرة، قد نجادل أن الوضع الجيوسياسي والأمني لا يشجع، لكن نعرف أن الحركة في قناة السويس تقلصت أكثر من 40% في الأسابيع الأخيرة بسبب الاضطرابات اللوجستية والأمنية في البحر الأحمر. قد يجادل بعضهم أن تراجع الحركة معنى ذلك أن الحركة هادئة، وربما هذا وقت مناسب أن تعمل أي تحسينات أو تفريعات أو تبني طريق مزدوجة تسمح للسفن الذهاب والإياب، تستغل هذه الفرصة الهادئة إذا توافر التمويل. وحسب تصريحات هيئة قناة السويس ورئيسها أن التمويل سوف لا يضع عبء
على الشعب، بل سيكون المشروع ممول لذاته من داخل قناة السويس. ويستشهد بذلك بالقول أن المشروع الذي بدأ 2015 كلف بحدود 4 مليارات دولار، ولكنه أتى بفوائد تزيد عن 5 مليار دولار. لذلك يستطيعون القول أن أي تحسينات جديدة ورب تفريعات أخرى أو تعميق القناة أو توسيع القناة هو أمر حيوي للقناة على المدى الطويل. قد نرى خسائر في المدى القصير، ولكن على المدى الطويل يمكن تبريرها، لأنه الذي فهمته من قراءة التفاصيل أنها ستختصر وقت أو تختصر الفترة الزمنية للسفينة أن تمر في القناة من 21 ساعة إلى تقريبا 11 ساعة، وفي أماكن معينة أخرى من 18 إلى 11. فهناك توفير للوقت، وهذا جذاب للسفن والناقلات وناقلات الحاويات. لذلك تحسين القناة وتحسين أدائها وقدرتها على التنافس وجذب المزيد من العمل أمر هام. يقولون أن دخل القناة كان في تلك الفترة 5.1 أو 5.3 مليار دولار. الآن القناة تجني حوالي، حسب الأرقام الأخيرة للسنة المالية 2022-2023، 9.4 مليار دولار، رغم أن هناك أرقام تشير إلى 10.25 مليار دولار. هذا تطور إيجابي إذا كانت الأرقام دقيقة وصحيحة. لذلك القناة تتطور والدخل يرتفع. الدخل من قناة السويس في السنوات الأخيرة، خاصة بعد بدء الحرب الأوكرانية والكوفيد وكل هذا، أصبحت تجلب إيرادات ضعف ما يجلبه القطاع السياحي الضخم المصري. القطاع السياحي في 2022-2023 جلب 4.1 مليار دولار، وجلب استثمار أجنبي 345 مليون دولار. لذلك نستطيع القول أن القطاع السياحي جاب فوائد لمصر 4.5 مليار من العملة الصعبة، وقناة السويس جابت ضعف ذلك. لذلك ممكن أن نجادل أنه ليس الوقت المناسب، أنه سيكلف كثيرا، وأنه سيحقق سيتكبد خسائر على المدى البعيد ويضع عبء على الشعب، وهل هذا ليس وقته؟ نعم، هناك مشروع كبير في بريطانيا يدعى HS2، وهو القطار السريع من لندن إلى أقاصي شمال بريطانيا، يختصر الوقت بعدة ساعات، ولكن رأوا أن التكلفة تزداد وتزداد، حتى أنه حتى قبل البدء بالمشروع أنفقوا مليارات الجنيهات الإسترليني، والتقديرات للتكلفة النهائية كانت عالية جدا، لدرجة أن ريشي سوناك رئيس الوزراء الجديد قبل عدة أشهر قرر إلغاء المشروع وإيقافه رغم الاحتجاجات وأنه غير مكتمل، وتم شراء أراضي إضافية وشراء منازل إجباريا من الذين يقطنون في أماكن قريبة من سكة الحديد، وهذا كلف مئات الملايين من الإسترليني. لذلك المشاريع يمكن توقيفها إذا وصلت إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها. أعتقد قناة السويس تحتاج إلى تحسين، تحتاج إلى ازدواجية، تحتاج إلى تعميق، تحتاج إلى اتساع لجلب الناقلات، ناقلات الكبيرة مهما كانت حمولتها. يعبر قناة السويس في الخمس سبع سنوات من 2015 حتى 2022 135 ألف سفينة، مما يشير إلى هناك طلب عالمي شديد عليها. من الناقلة التي تعطلت قبل عامين 2021 إيفرغرين
تحمل 20,000 حاوية، وزنها بدون الحمولة 224,000 طن. الدكتور أستاذ أنه هاد إحنا مش بنتناقش في أهمية التوسيع، وده زي ما حضرتك قلت لا يعني لا جدال فيه، وأهمية أنك أنت تعمل توسيع للمجرى المائي، لكن فكرة أنك أنت تعمل ازدواج. بعض الناس كان لها فكرة كده قالت طيب يا جماعة إحنا على الأمن القومي، إحنا في حرب أكتوبر وأنت مجاور لعدو لدولة عدوة، في حرب أكتوبر أنت اكتست مانع مائي واحد اللي هو قناة السويس بصعوبة شديدة، أصبح لديك الآن أو أنت هتعمل الآن 2 مانع يعني طريق مزدوج. بعض الناس قالت كده، لكن لا جدال على توسعة القناة، يعني على خدمات أن احنا نعمل في هذا الممر المائي. السؤال دلوقتي، السؤال كمان المهم، التكلفة كام؟ يعني من أين هتأتي بالتكلفة؟ أنت حر، لكن التكلفة مش دي أسئلة. هل أنت عد عليك وقت شفت دولة بتعمل أو بتعرض مشروع بالطريقة دي؟ العرض نفسه يجب أن يكون أولا ما يسمى دراسة جدوى. طيب، أي جدوى اقتصادية، ما هي التكلفة وكم سنة تستغرق لاسترجاع الإنفاق والاستفادة المالية، أي تجني أرباحا. هذه لا يجب أن تكون في البداية معروفة التكلفة الإجمالية، ووضع أيضا هامش بسبب التضخم وارتفاع الأسعار أو مواجهة عقبات ربما تكون طبيعية مثلا، أو تكون تتعلق بالمناخ أو الطقس، أو يكون أسباب تمنع استمرار المشروع بالسرعة المطلوبة. لذلك يجب أخذ كل الاحتياطات ووضع الأرقام حتى أمام البرلمان ليوافق عليها، ووضع خطط للتمويل وما هو العائد ومتى سنستفيد. أنا أعتقد أن أي مشروع يجب إعطائه 4-5 سنوات قبل أن يحقق فوائد وأرباح لهيئة القناة، وتقول نحن استفدنا وتكتب تقاريرها في ذلك الوقت. لكن إذا جذبت المزيد من العمل، حركة النقل جلبت مزيد من الناقلات وناقلات الحاويات، هذا سيعزز مقدرة قناة السويس. نحن لا نتحدث عن الآن حتى 2030، قناة السويس ستبقى، مضى عليها الآن 155 عام في خدمة التجارة العالمية، وهي من أهم الأصول المثمرة لمصر، ويجب المحافظة عليها وتحسينها. ما هو ده احنا ناقشناه يا استاذ نهاد، وانه لا يعني لا جدال فيه. لكن خليني اسالك سؤال تاني، في ظل ما يحدث في البحر الاحمر من مشاكل، في ظل الكلام عن مشاريع اخرى، ممرات اخرى بين اسرائيل والاردن والسعوديه، الى اي مدى بتشكل المشاريع دي خطوره على الممر المائي ده؟ نعم نعم نعم، هناك طرق بديله تم نقاشها، واعطيت مقابله لمواقع عربيه بهذا الموضوع. الطرق البديله المطروحه سوف لا تشكل خطرا شديدا على قناه السويس، لان مثلا الطرق البريه المقترحه، اسالك اذا اردت ان تنقل 1,000 طن من سلعة ما من بلد عربي إلى منطقة أخرى، كم شاحنة أرضية في برية تحتاج؟ كتير جدا كتير جدا، لأن حمولة الشاحنة البرية الذي يسمى تراك أو تسميه جاجرنوت، له أسماء كثيرة، قد يحمل 20 على أقصى حد 40 طن. عندما يكون لديك آلاف الأطنان، كم تحتاج إلى أسطول يتألف من آلاف الشاحنات؟ لا، والوقت والبنزين والتكلفة.
نعم، السفينة واحدة تحمل ما يعادل 2000 تراك أو 2000 شاحنة برية، وتمر بقناة السويس بسلاسة وتذهب إلى أوروبا وحتى تكمل إلى أمريكا. هذا لا يحدث. القنوات البديلة هي ربما يكون لها أهداف سياسية وليس اقتصادية بحتة. ربما أحدهم يريد. طب لو 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 أستاذ نهاد، لو الطرق البديلة البرية، حضرتك تحدثت عن تراك أو شاحنات، إنما لو بعض الناس ممكن تقول لك إنه ده هيعمل مجتمعات عمرانية على الطرق دي، أدي واحد. اتنين، ممكن نعمل خط سكة حديد كامل. ممكن، نعم. طيب. سكة الحديد أهم من الطرق من ناحية على الأقل أقل تكلفة، لا تحتاج إلى مزيد من الوقود لكل شاحنة. القطار يستطيع أن يحمل كميات كبيرة تعادل ربما 100 شاحنة برية، ولكن هذا أيضا مكلف ويأخذ سنوات طويلة، ولا يمكن الاستغناء عن قناة السويس كممر مائي حيوي، لا يمكن أن تختفي، ستبقى. حتى الطرق البحرية، هناك طرق بحرية من القطب الشمالي روسيا النرويج ستذهب حتى جنوبا إلى الصين، هذه طرق مكلفة أيضا وتتعطل في فصل الشتاء عندما زي يكون. أنت تتكلم على مثلا، تتكلم على طريق الحرير وطريق التوابل. يعني نعم نعم، يتكلمون عن طرق كثيرة، يتكلمون عن في طريق الآن مقترحة تسمى العراق وإيران. ما هو هو ده، هو ده طريق، هو ده أستاذ نهاد، هو ده طريق الحرير. بس هم فشلوا، فشلوا. هو ده كان طريق موجود زمان أيام قبل المغول وكده، اللي اسمه طريق الحرير، وده كان بيعدي على حوالي حاجة تقريبا على حاجة 40 دولة، لكنه فشل، فشلوا في إحيائه. طيب لك أستاذ محمد، تعني أقول لك قناة السويس يمر فيها ما يعادل تريليون دولار سنويا من التجارة العالمية، 3 ملايين كل 3 مليارات يوميا. من سيستغني عنها؟ الآن يتألمون، وعندما أقول يتألمون، الأوروبيون والأمريكان وكل من لهم، والآسيويين لهم سفن ويشحنون البضائع، لأنهم يذهبون حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح بسبب التكلفة الباهظة للوقود، أجور العمال، الوقت، وهذا يؤدي إلى رفع التكلفة والتأمين، كل ذلك يرفع تكلفة المستهلك سواء كان في لوس أنجلس. أيوة أيوة، أو كان في ونعشنا نعيشنا ده أستاذ نهاد في حلقة سابقة، انه اللف حول راس الرجاء الصالح بيكلف ايام، وبالتالي وقود وتكلفه. سؤالي هنا لحضرتك، رئيس الهيئه قناه السويس بيقول انه التجاره العالميه، هو متوقع ان التجاره العالميه تزيد في الفتره الجايه 5%. انا لا اعلم هو استند على ايه. سؤالي لحضرتك، كان هناك استقرار جيوسياسي، لا يوجد حروب، ستنمو اقتصادات العالم. اقتصاد الصين الآن يتعثر لأسباب مختلفة. يعني الصين كانت تستورد 11 مليون برميل يوميا، الآن حوالي أقل من 10 ملايين. هناك مشكلة اقتصادية في العالم، هناك أزمة تضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، ركود اقتصادي في أوروبا، وأيضا أزمات كبيرة في أمريكا، ويتوسلون للاحتياط الاتحادي البنك الفدرالي أن يخفض أسعار الفائدة إلى آخره لمساعدة الاقتصاد. لذلك أي إضافة للتكلفة ستؤذي اقتصادات العالم. الاقتصاد العالمي سيقفز، لأن معدلات النمو الاقتصادي في العالم في الدول الناجحة من 5 إلى 8% سنويا. الهند تحقق 8%، الصين تحقق 7%، لكن هذا العام حوالي 5%. الدول الناشئة طبعا ستتضرر أكثر من الدول الأخرى بسبب ما يجري في البحر الأحمر. البحر ما يحدث في البحر الأحمر يضر مصر،
يضر الدول الفقيرة، الدول التي بحاجة لمواد غذائية، الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية. لذلك أنا أقول إنه الاقتصاد العالمي والاقتصاد دول فقيرة سينمو وسينجح عندما تنتهي ما يحدث في البحر الأحمر وتنتهي الحرب. أستاذ نهاد، ما هو ده معروف بالطبيعة، يعني إذا استقر العالم بتستقر التجارة وبتزيد حركة التجارة. لكن أنا دلوقتي بسأل رئيس، يعني سؤالي واضح، رئيس هيئة خان السويس بيقول حركة إنه حجم التجارة العالمية هيزيد 5% زيادة مستقبلية. سؤالي على أي أساس بنى هو وجهة النظر دي؟ نعم، هذا السؤال يوجه له، لكن أنا كمراقب أرى أن الاقتصادات تنمو، الاقتصاد العالمي ينمو، لأن هناك نمو سكاني، نمو الطلب العالمي على أنت بتقول عكس اللي قالته بلومبرج. بلومبرج بتقول أن هناك حالة ركود عالمي تضخمي في هذه اللحظة. نعم، لا خليني بس أكمل، خليني أكمل الجملة يا أستاذ نهاد. بتقول أن هناك حالة ركود عالمي تضخمي وارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات العالمية وتضاعف تكلفة الشحن العالمي عدة مرات. نعم، نتيجة للتوترات السياسية في البحر الأحمر. إذا كانت بلومبرج بتقول كده، حضرتك بتقول لا، بتقول العكس، في نمو وفي كده. أستاذ محمد، خلي أكون أكثر دقة. في هذه المرحلة منذ قدوم وباء الكورونا مع الحرب الأوكرانية والآن الحرب في غزة، كل وما يحدث في البحر الأحمر، كل هذا هدد وخرب على سلاسل التوريد العالمية. رأينا ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، القمح الذي يأتي من أوكرانيا. رأينا أزمة طاقة مخيفة في أوروبا بسبب انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا. ولكن وأيضا ما يحدث في البحر الأحمر أثر على الدخل أو الإيرادات التي تستلمها قناة السويس من السفن، وهبطت، وباعتراف رئيس هيئة القناة أنها هبطت 50% الآن، خسرت 50%. وقناة السويس تساهم ب 8% من الاقتصاد، حجم الاقتصاد المصري. لذلك مصر تخسر مما يحدث في قناة السويس، ليس ما يحدث في البحر الأحمر، وليس ما يحدث في غزة ذاتها، رغم أن هذا يضيف التكاليف ويقلل الاستثمار بسبب الجو الجيوسياسي الخطير الذي قد يتطور، قد تتسع الحرب. ولكن ما نريده الآن هو وقف إطلاق نار ووقف إراقة الدماء. طيب، يعني أنت تتفق مع بلومبرج ولا تختلف معه؟ لا لا لا، لا أختلف مع بلومبرج. يقول أنه في تضخم، التكلفة ترتفع. نعم ترتفع، وكذلك النمو الاقتصادي يتراجع، ويوجد والركود موجود، يوجد ركود في أوروبا، يوجد مشاكل في أمريكا، لأن العالم متوتر الآن. لكن في حالة الاستقرار السياسي، عندما يكون هناك استقرار سياسي ولا يوجد حروب، هذا يشجع الاستثمار في مشاريع جديدة. من يريد أن يستثمر في مشروع سياسي على البحر الأحمر سواء كان في مصر أو كان في اليمن ذاتها؟ طيب، في هذا الوقت. طيب، يعني حضرتك بتعود إلى القاعدة الأساسية في التجارة في العالم، إذا استقر العالم بتستقر التجارة. نعم، بتصدعها. نعم، وينمو الاقتصاد. لكن بلومبرج بتتكلم على الواقع دلوقتي. طيب، يتوقع بلومبرج توقع عن الوضع الحالي حسب المعطيات الموجودة على الساحة الآن. تمام، هي قالت إن في مشاكل سيؤدي إلى، هي قالت إن في حالة ركود قبل عام أو عامين، هي قالت إن في حالة ركود، لا نعرف ماذا يحدث بعد 5 أعوام. طيب، ولكن نعرف من خبرة سابقة أن الاقتصاد ينمو عندما يكون هناك في استقرار، في استقرار. طيب، استقرار سياسي واستقرار أيضا أمني، ده طبيعي. يعني ده طبيعي يا أستاذ نهاد. طيب، سؤالي الثاني، في مساعي استثمارية سواء من الصين بشكل كبير
ان يكون لها مشاريع اقتصاديه ضخمه. لا اعرف كلمه ضخمه هنا تعني ايه، لكن ضخمه في قناه السويس وكذلك في اطراف خارجيه. فهل طرح مشروع ازدواج قناه السويس متعلق بتلك المشاريع الصينيه الخليجيه؟ وهل في رغبه طرف انه يفرض سيطرته على حركه التجاره بالقناه؟ هنا احنا ندخل هنا في اطار ما يسمى يعني مؤامره لا لا، انا اعتقد ان قناه السويس كما تحدثنا في البدايه بحاجه الى تحسين ورفع مستوى الاداء في هذه القناه. لذلك قناه السويس في هذه اللحظه هي تحت السيطره المصريه الكامله، ولا اعتقد ان التدخل الصيني او اي دوله اخرى. قناه السويس يجب ان تبقى جذابه للزبائن من الصين وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبيه، وتكون جذابه للاوروبيين والامريكان، والامريكيين يحتاجوا لقناه السويس الان. ما انا مش عايز اعيد الكلام ده يا استاذ نهاد، مش عايز اعيد الكلام اللي احنا قلناه اللي حضرتك تفضلت بيه في الاول. احنا بنتكلم على ان هناك كلام على استثمارات صينيه ضخمه في القناه. بوجهه نظرك كخبير، ما هي الاستثمارات دي؟ توقعك ماذا يكون؟ وهل دي ممكن تكون سواء من الصين او رغبات خليجيه، هل دي ممكن تكون مساعي للسيطره على هذا الممر الملاحي؟ هذا لا يمكن الاجابه عليه بدقه، لان هذه معلومات غير شفافه وغير متوفره للعالم. ماذا يجري في التفكير والتخطيط الصيني وحلفائهم سواء كانوا في الخليج أو كانوا في المريخ؟ من يدري ما هو المخطط؟ لكن يجب أن تكون مصر واعية لهذه المشاريع. في بعض المشاريع تقبل لأنها ستخدم المجتمع، ستخلق وظائف، مثل مشروع رأس الحكمة الذي قرأنا عنه مؤخرا، وسيجذب استثمار بقيمة 35 مليار دولار، يخلق مدينة سياحية، منتجعات، مرافق بنية تحتية، كل ذلك. هذا مفيد لمصر، يجعل المنطقة جذابة، يرفع قيمة الأراضي في تلك المنطقة، وكذلك يجذب السياح ويجذب المستثمرين ويوظف المحليين، يوظف آلاف الوظائف، هذا يرحب به. ولكن يكون للدولة حصة كبيرة في المشروع، ويكون لها سيطرة على مجريات المشروع بحيث لا تؤذي المجتمع وتؤذي البيئة في تلك المنطقة. أي مشروع صيني أو روسي يجب النظر إليه بحذر، لأن ربما هناك أهداف بعيدة المدى، أهداف سياسية، وهذا ما بعض الدول الأفريقية الآن بدأت تشعر به من المشاريع الصين، لأن الصين ليست جمعية خيرية أو منظمة إغاثة، هي دولة رغم أنها اشتراكية إلا أنها دولة تنفذ مشاريع للفائدة الطويلة الأمد. طيب، تريد تأمين طاقة، تريد تأمين لما أستاذ نهاد لما جنحت السفينة إيفر جرين، فجأة خرجت أمريكا والإعلام الأمريكي يتحدث عن أن الصين تستثمر فيما يسمى القطب الشمالي، وأنها صرفت ما يسمى أو زي ما قدرته ب90 مليار دولار. وأدي قناة الحرة أو ما نشر على قناة الحرة، الصين تراهن على القطب الشمالي، ده كان في 21، بديلا لقناة السويس. وقالت في تفاصيل الخبر لما هنشوفه بعد شوية، قالت إن الصين صرفت 90 مليار دولار ما بين عام 12 و17، ده اللي قاله مايك بومبيو اللي كان وقتها او كان يعني وزير الخارجيه السابق بتاع امريكا. ما هو طريق القطب الشمالي ده؟ وفي رايك هل هو بديل فعلا عن قناه السويس؟ لا، هو مفيد للدول التي تعمل في الدائره القطبيه، مثلا النرويج قد تستفيد منه، أيسلندا تستفيد منه، روسيا ذاتها تستفيد منه. لكن لا نتوقع السفن من المياه الدافئة
في الجنوب أن تذهب هنا إلى الشمال لتنزل جنوبا مرة أخرى إلى الصين وإلى آسيا وإلى اليابان. هذه طريق ستكون ربما مجدية خلال 10 أعوام، ولكن ليس السنة القادمة أو التي، هي ليست بديل، هي مشروع إضافي لمساعدة الدول في أقاصي شمال أوروبا أن تجد طريق للذهاب إلى التصدير إلى الصين. ولا ربما يكون هناك قطارات فوق الأرض، وربما جزء منها يكون بحري، ولكن الجزء البحري سيتعطل في فصل الشتاء البارد عندما تكون الثلوج بضعة أمتار من السماكة، لذلك ستكون محدودة الفائدة للعالم ككل، لكنها مفيدة لروسيا والدول هناك. لا أعتقد أي دولة عربية خليجية أو غيرها ستستفيد من تلك الطريق، ولن تكون بديلا، لن تكون بديلا لقناة السويس والحمد لله. طيب سؤال الأخير أستاذ نهاد، سؤال الأخير لأن الوقت خلص، بخصوص الاستثمارات الصينية التي زعم أنها ستضخ في قناة السويس، التفاصيل هي عشان حضرتك قلت أنها حاجات مش فاهمينها ومش معروفة. سكاي نيوز نشرت استثمارات صينية بنصف مليار دولار في منطقة قناة السويس، ليس في القناة نفسها. هل قلت نصف مليار دولار؟ نصف مليار، وهي بتقول ان دي مشاريع منها امداد. بالنسبة للمشاريع الكبرى هذا استثمار متواضع، لكن في النهاية من له حق الفيتو ومن له حق الموافقة على هذا المشروع؟ الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس. إذا وجدوا أن في هذا المشروع أي شيء ضد المصلحة المصرية يستطيعون أن يقدموا الشكر ويقولوا لا نريد هذا المشروع. لكن الاستثمار، لا هو أنت بس لو اديتني فرصة أستاذ نهاد أنا أطرح السؤال لحضرتك، هتبقى يعني هوضح لك أن النصف مليار دي ملهاش علاقة بالقناة، إنما ليها علاقة بمنطقة القناة، بمعنى أوكي. أنها أوكي. حاجات فحم أوكي. الكوك، وهو هو بيقول هنا تضمن الاتفاقيات عدة مشاريع تقام في منطقة السخنة الصناعية، من بينها محطة إمداد طاقة باستثمارات 265 مليون دولار مع هايدر جروب، كما وقعت نفس الشركة اتفاقية لإنتاج مواد حديثة باستخدام فحم الكوك باستثمارات إجمالية 100 مليون دولار، والشركة المصرية اسمها تيدا مصر هي مطور منطقة، شملت أيضا لإقامة مشروع لصناع المنسوجات باستثمار 12. ما علاقة هذه الأشياء بالممر المائي قناة السويس؟ لا 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 أعتقد أن هناك ربط مباشر بينهما، لكن الحديث عن تأسيس مناطق حرة ومصانع وكذلك مدن تشبه الجبيل في الخليج، حلو، نقف عند منطقة الجبيل. أستاذ نهاد بقى، مش كان الأولى أنك تجذب استثمارات لعمليات لوجستية في القناة زي جبل علي كده، مش ده الأولى من أنك أنت تعمل منسوجات وفحم الكوك وكده؟ نعم نعم تستطيع ذلك، ولكن هذا قرار مصري داخلي، لا أعتقد أنهم سيقفزون إلى أي مشروع دون دراسته ومعرفة ما هي الفوائد التي سيجلبها لمصر. أي استثمار في أي مكان في العالم هو مفيد إذا خلق وظائف للمحليين وخلق فرص لزيادة الدخل القومي ولا يؤذي الاقتصاد ولا يؤدي إلى ضغوط سياسية وأهداف أخرى. أنا أعتقد أن مصر واعية لهذه الأمور، وأي مشروع استثماري بهذا الحجم قد نرحب به، لأن قناة السويس خارج إطار القناة لا يوجد أشياء، مثلا سيتم، هل يوجد أراضي زراعية خصبة سيتم التخلص منها؟ فإذا منطقة صحراوية وتريد خلق اقتصاد منفصل لكن يخدم مصر، أنا أعتقد سيرحب به ما دام ليس هناك أهداف جيوسياسية للاستيلاء. وهذا لا أعتقد أن هذه المشاريع هي ضد المصلحة المصرية، ولكن على مصر أن تكون حذرة في بيع الأصول الهامة للبلد،
مثلا أنا لا أوافق أن يتم بيع قناة السويس، أنا غير مصري لكن لا أوافق أن، بس في كلام، في كلام عن طرح شركة، شركة القناة في البورصة، هذه للمساهمين، لكن لإشراك هو نوع من الخصخصة، هذا نوع من ماذا تعني الخصخصة وليس البيع. استاذ نهاد، استاذ نهاد ماذا، لكن تستطيع، استاذ نهاد الشعب المصري ذاته يستطيع شراء أسهم فيها. ماذا تعني كلمة خصخصة؟ خصخصة أن المرافق العامة سواء خدمات المياه، الخدمات الطاقة، الغاز، الكهرباء، هي والمطارات هي ملك الحكومة، ومن خلال الحكومة يملكها الشعب. لكن لا تطرح، لكن هذه الأشياء لا تطرح للاستثمار أو الخصخصة؟ بعض الدول تطرحها، مثلا بريطانيا، في بريطانيا الخدمات الماء، الماء للشرب تمتلكه شركة فرنسية، رغم أن المنفذين والذين يقومون بالعمل بتوصيل المياه والإشراف عليها، لكن المالك الذي يجني الأرباح هو شركة فرنسية. بيع أم استثمار؟ بيع أم شراكة؟ نعم نعم، الخصخصة هي بيع المرافق العامة. طيب يعني الخصخصة هي لفظ لطيف للبيع بس فقط؟ هي نعم لا بيع، لكن بإطار طرحها على البورصة، من سيشتري غالبية الأسهم؟ بالضبط. هل هي ستكون شركة أجنبية؟ لا، هو أعتقد كم ستطرح من هذه، من أسهم هذه الشركة في البورصة؟ لا، لنأخذ قصة شركة أرامكو، أرامكو السعودي العملاق الطاقة السعودي، عندما كانت تفكر في طرح الأسهم قررت طرح 5% من قيمتها للمساهمات. طيب هو ده اللي بقوله لك يا أستاذ نهاد، ما ده اللي أنا كنت بقوله لك، أنت أنا ما تخوفنيش لما تقول لي أنك هتطرح في البورصة، لكن أنا أخاف لما أعرف حجم الأسهم اللي أنت هتطرحها في البورصة، زي ما حضرتك ضربت مثل كده أن أرامكو طرحت 5% فقط، فلن يكون لأحد السيطرة على هذه الشركة دول 5%. نعم نعم، لا أحد يسيطر عليها، ولكن في هناك شركات تصر أن مثلا تبقى 51% في، ما ده بيع بقى، و 49 للبيع، وهدف الخصخصة أو الوضع إدراجها على البورصة هو جني الأموال لتطوير، من أجل الاستثمار. طيب. وتوسيع المشروع وتوسيع وتحسين الخدمات، وهذا يعتبر اقتصاديا بين قوسين أمرا سليما. أي. أنك تسمح لأكبر عدد من الناس أن يشتروا الأسهم، وإذا مثلا تم الإدراج في مصر ذاتها فمن سيشتري الأسهم؟ بنوك مصرية، شركات مصرية، أثرياء مصريين، ومن يستطيع أن حتى لو اقترض من أخيه أو ليه من ليه بنك ليه 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 أستاذ نهاد، ليه أستاذ نهاد، ليه أنت بتقول المصريين هم اللي يشتروا؟ ما هيطرحها في البورصة العالمية. ما هنا السؤال، هل ستطرح على بورصة عالمية؟ معنى ذلك أنك تجلب شركات أوروبية وأمريكية ومن كل مكان. على أي حال، على أي حال، لا يوجد بديل لقناة السويس في العالم، ولا يوجد بديل ليها، والحمد لله. يعني هناك بديل ما هناك سفن وناقلات وحاويات، إن حضرتك زي ما قلت إنه يعني استقرار المنطقة أو استقرار العالم سياسيا، ويعني نعم، هيساهم في رفع التجارة العالمية. نعم. بشكرك جدا الأستاذ، لا تحياتي لك، أستاذ نهاد إسماعيل خبير اقتصادي، بشكرك جدا يا فندم. شكرا، شكرا لك، شكرا يا فندم. شكرا، تحياتي يا فندم. على أي حال، إحنا لا نتمنى، هو لن يوجد بديل لقناة السويس، ده ممر مائي تاريخي وسيبقى. المشكلة من يدير، أو ما هي المشاريع اللي غير معلنة لهيئة قناة السويس، هو ده اللي نخاف منه. الحلقة خلصت، إلى أن نراكم غدا إن شاء الله،
وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.